شيء وايد حلو صراحة. من ساعة كنت أقول لهم اللي يجي القرية الرياضية بالذات يحس بالذنب إذا ما كان يمارس رياضة، ويحس بالتشجيع إنه يرجع يمارس رياضة. أحس إنه هالشيء وايد حلو إن المملكة البحرين قاعد تسويه، وإن كل الشعب مشارك فيه، لأن في النهاية الواحد بدون صحته ما يقدر ينجز أهم الأشياء. قبل الزواج كنت أمارس رياضة، يمكن الحين ما صار عندي وقت بحكم الشغل، بس إن شاء الله برجع يعني على الأقل أمشي. يعني نقول اليوم بداية شو اسمه بداية انطلاقة والعودة للرياضة من اليوم الرياضة. بالضبط، حسيت بالذنب والتشجيع فبمارس الرياضة إن شاء الله.